أهلا بكم مشاهدين الكرام في صحافتنا اليوم الاثنين الثالث من حزيران يونيو لعام 2024. نبدأها قراءة سريعة للأخبار الفنية والأدبية والمنوعات في جولتنا للصحف المحلية والعربية والعالمية. البداية من الصباح في صفحتها 14 ضمن معارض ومسارح، عروض مسرحية باللغة الإنجليزية في بغداد. بعدما حققه من نجاح كبير في العرض المسرحي الأول عبر فرقة طلابية، فرقة المسرح الإنجليزي في العراق على خشبة الرافدين، اليوم يكسبون رهانا جديدا في عرضهم الثاني الذي قدم مؤخرا على مسرح الرشيد، ليثبتوا عن طاقاتهم الإبداعية عبر عرض التمكن الأدائي واللغوي للطلبة في عمل لا يقل أهمية عن أهم التجارب المسرحية. وهذا ما منح التجربة تفردها من حيث الالتزام والانضباط في تمثيل ملاحظات وفرتها لهم خطة الإخراج والتأليف وفريق الإدارة المسرحية وفريق الممثلين الذين أظهروا كأنهم محترفو التعبير والأداء بشكل رائع في تنفيذ العمل. وفي الصفحة 17 ضمن زاوية منصة بعنوان هند أبو حامد ديناميات أنطولوجيا الذات، في معرضها ديناميات تتجه بوصلة الفنانة التشكيلية التونسية هند أبو حامد إلى مديات واسعة منطلقة من الذات في بعدها البؤري ومركز ثبات في النظر إلى الأشياء وعناصر الطبيعة، مشكلة هذه المعاينات أنطولوجيا الذات في تأويل الأمكنة. زوجت الفنانة في كيمياء اشتغالها التشكيلي لإنتاج لوحات المعرض على مجموعة من تقنيات أسهمت في تجسيد رؤاها وأفكارها، ومن ثم بسط عالمها اللوني واستخدام خاماتها المنتجة لنصها البصري، فكان الأكريليك هو العنصر اللوني المهيمن على قماشة اللوحة. انتقالة إلى صفحة الصباح الأخيرة ضمن إضاءات، نقرأ هذا العنوان مصور الملوك. يحمل أمر سليم كاميرته الفوتوغرافية منذ العشرينيات متجولا في بغداد، يقتنص الصور خياط الفرفورية أبو الفرارات الحداد بائع الشعر بنات وغيرها، قربته العائلة المالكة فلقب بمصور الملوك. يقول المصور الصحفي صباح الجماسي انتهج المصور الفوتوغرافي الراحل أمر سليم سبيل البحث عن كل ما يميز بغداد الأصيلة، لافتاً يمشط معالم بغداد وأسواقها وشوارعها وأزقتها الضيقة والشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية والأهوار والبيوت التراثية التي أكل الدهر عليها وشرب. وهذه انتقالة إلى صحيفة الزمان، ونطالع في الصفحة السابعة قبل الأخيرة في صفحة موسيقى. السيمفونية الوطنية تقدم منهاجاً متميزاً على خشبة الوطنية. الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية أحيت الجمعة الماضية حفلاً على خشبة المسرح الوطني بقيادة المايسترو علي خصاف، إذ قدمت السيمفونية حفلاً يجمع بين كلاسيك الغربي ومقطوعات لأشهر المؤلفين العالميين والموسيقى التراثية العراقية، مع أجواء تفاعلية
ألهبت حماس الجمهور. وفي الزمان الأخير ضمن فنون بورسيهات في كتاب معرض يتنقل إلى ثلاث عواصم. الفنان التشكيلي علي رضا سعيد يعكف على نقل معرضه الخاص بفن البورتريه الذي أقامه مؤخرا في بغداد إلى ثلاث عواصم عربية انطلاقا من تونس، فيما تستعد دار الشؤون الثقافية العامة لإصدار كتاب عن البورتريه يضم لوحات سعيد ودراسات في هذا الفن. وعن مضمون المعرض يقول سعيد: أضفت إلى المعرض الأصلي نحو 50 رسمة جديدة لشخصيات عراقية أخرى، وأصبح يضم الآن أكثر من 150 شخصية عراقية وعربية. وانتقالتنا إلى الزوراء ضمن زاوية عين على العالم لمعالجة ظاهرة الجزيرة الحرارية. السعودية تتوسع في تجربة تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة. في تجربة تم تنفيذها العام الماضي، أعلنت السعودية عن توسيعتها هذه السنة في منطقة المشاعر المقدسة ترتكز على معالجة ظاهرة الجزيرة الحرارية، وذلك باستخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية. وفي صحة الزوراء الأخيرة نطال هذا العنوان: الوشم يعزز فرص الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية. توصلت دراسة حديثة إلى أن خطر الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية يكون مرتفعاً عند الأشخاص الذين رسموا وشماً على أجسادهم. ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة لوند في السويد، وجدت أن الأشخاص الذين لديهم وشم قد يكون لديهم خطر أعلى بنسبة 21% للإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم يهاجم الجهاز اللمفاوي، وهو عنصر أساسي في الدفاع المناعي للجسم. في صحيفة المدى في زاوية ثقافة، اتحاد الأدباء يستذكر الشاعر الخالد مظفر النواب في جلسة كبيرة وعامرة بالشعر والغناء والأحاديث والذكريات. الاتحاد العام لأدباء والكتاب في العراق أقام جلسة خاصة لاستذكار الشاعر العراقي الخالد مظفر النواب بحضور كبير امتلأت به قاعة الجوهرية لمحبي النواب ومواقفه وأشعاره. ويعد الشاعر العراقي النواب قامة شعرية ونضالية ووطنية. الشعر الذي علمنا كل شيء، فهو الشعر في ميدان الشعر، والمناضل ضد السلطات التي تنال من الإنسان والمقاومة في كل الأرض مع الثوار. في المدى الأخير وتحت عمود متفرقات، اللون رحلة بقاء معرض للتشكيلي سعد تويج.
تستمر الحركة الفنية بنشاطات مختلفة ومتنوعة شاملة كل الحقول المعرفية دون اقتصار التميز على جانب واحد دون غيره، فالإبداع في العراق لا يتوقف وليس له نقطة نهاية بالمطلق. وبشكل شبه يومي نجد التميز العراقي منثوراً في الميادين المختلفة ما بين المسرح والتشكيل والسينما والأدب، ولا يقف في مساحة واحدة بل هو فضاء مفتوح يشمل كل جوانب الإبداع. ويوم أمس أعلن عن افتتاح معرض الفنان العراقي المغترب في الإمارات العربية المتحدة سعد تويج، والذي يعتبر أول معارضه الشخصية بعد غياب أكثر من 30 عاماً خارج البلد. ونبقى أيضاً مشاهدينا في صحيفة المدى ضمن زاوية اقرأ لغة الباندا. صدر عن دار المدى كتاب لغة الباندا، قصة الصبي الذي ساهم في إنهاء الحرب، تأليف كاثي هندرسون، رسوم جين راي، ترجمة ثامر صفار. لغة الباندا هي أقدم قصة مكتوبة في التاريخ، إنها أقدم حتى من ملحمة جلجامش. لقد تم اكتشاف الألواح المسمارية التي نقشت عليها هذه الأسطورة السومرية في القرن 19، ولكن لم يتم فك رموزها حتى السبعينيات من القرن 20. في صحيفة الدستور في استراحة الدستور نطالع أستاذ جامعي يحل لغز الأهرامات الصينية. تمكن أستاذ جامعي في الصين من فك ألغاز 12 هرماً مخروطياً جذب العلماء والسياح إلى مقاطعة قويتشو الصينية. فبعد دراسات لسنوات طويلة أجراها تشوكيو، اعتبر أنه بصرف النظر عن شكل أهرامات بلاده الهرمية، غير أنها تتميز بتكوينها من طبقات صخرية مكدسة فوق بعضها بشكل قريب من أهرام الجيزة، ما جعلها وجهة سياحية قوية خلال السنوات الأخيرة. وفي صفحتها الأخيرة وضمن زاوية منوعات، الشارقة تستضيف البرلمان العربي للطفل منتصف يوليو. تستعد الشارقة لاستضافة الجلسة الرابعة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل في منتصف يوليو المقبل، ويشكل الملتقى فرصة نوعية للأطفال من كل الدول العربية للالتقاء والتواصل في بيئة داعمة ومشجعة على الحوار البناء، ما يتيح للأطفال التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم حول مختلف القضايا التي تهمهم، وذلك من خلال مناقشات وجلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي والفهم لديهم حول دورهم في بناء مستقبل مجتمعاتهم. وفي الصباح الجديد نطالع في الصفحة الأخيرة يوميات مدينة. القهوة مهنة شعبية متوارثة لها زبائنها وعشاقها. تعودنا على مشاهدة باعة القهوة المتجولين وبحلة تراثية وملابس مستوحاة من التراث البغدادي. وفي الكثير من مناطق بغداد وأزقتها، ويتواجدون في بعض المناسبات والمهرجانات، بل وأصبحوا عنصراً تراثياً يحافظ على وجوده. وكان أبو أحمد أحد هؤلاء الباعة والذي يتحدث عن مهنته قائلاً: عرفت باسمي أبو أحمد القهوتشي،
ومنذ أكثر من 40 عاماً وأنا أعمل بائعاً للقهوة، أجهز القهوة العربية في دلة وأحمل معها الفناجين وأدور في الأزقة البغدادية، وأحياناً أدخل إلى أماكن فيها مناسبات مثل معرض بغداد الدولي أو مهرجانات تقام في بعض المناسبات حتى تنتهي جعبتي من القهوة. ونبقى مع نفس الصحيفة في زاوية مشاهير، رويدة شاهين تقول: الأدوار التراجيدية تظهر قدرتي. تتحدث الفنانة الشابة رويدة شاهين في حوار صحفي أن دوري في مسلسل خان الذهب كان من أهم المحطات الفنية الحقيقية في حياتي العملية. هذا الدور أحدث انعطافة مهمة في مسيرتي الفنية، فنقلني من مكان إلى مكان آخر. وتضيف شاهين: الأدوار التراجيدية تجذبني التي تتسم بالحزن، أرى أنني أنسجم مع هذه الأدوار التي تستفزني وتخرج كل طاقاتي. وانتقالة أحبة المشاهدين إلى الصحف العربية، ضمن زاوية سينما نطالع في النهار العربي. فيلم جوراسيك بارك يعود بجزئه الرابع. محادثات تجري مع المخرج ديفيد ليتش لإخراج فيلم جديد لسلسلة جوراسيك بارك لصالح شركة يونيفرسال. وتقول المعلومات إن كاتب السيناريو لأفلام جوراسيك بارك ديفيد كويب سيعود إلى كتابة سيناريو الفيلم الذي سيكون من إنتاج ستيفن سيبلبرغ تنفيذياً، وسيمثل هذا الفيلم بداية قصة جديدة في السلسلة الكبيرة التي امتدت لثلاثة عقود. في زاوية كتب في صحيفة الشرق الأوسط اخترنا رواية بعنوان العودة إلى الشمال، رواية تعيد اكتشاف سكان كندا الأصليين. صدرت رواية العودة إلى الشمال للكاتب الكندي ميشيل جان عن دار العربي بالقاهرة، التي تتناول العالم المنسي والثري إنسانيا وحضاريا للسكان الأصليين بكندا، لا سيما قبيلة الإينو. وتقول الحبكة في العمل الذي ترجمته يارا أيمن على قصة حب تتسم بالنعومة والعذوبة لتصبح مدخلاً لفهم واستكشاف ثقافة مختلفة تعاني الانطباعات المغلوطة والأحكام الجاهزة المسبقة. إلى منوعات الصحف العالمية، نبدأ مع صحيفة الاندبنتد تحت عنوان: هل يكون لدى العلماء أخيراً إجابة عن سبب استمرار هجمات الحيتان القاتلة على القوارب بالقرب من جبل طارق؟ منذ مايو 2020 سجل الباحثون ما يقرب من 700 حادثة للحيتان القاتلة تصطدم بالقوارب بالقرب من شبه الجزيرة الإيبيرية. ويضيف علماء الأحياء البحرية إن الحيتان القاتلة تصطدم بالقوارب وتغرقها في مضيق جبل طارق، وقد تكون الحيتان القاتلة المراهقة تلهو وتتبع اتجاها سلوكيا، في حين يشتبه بأن الحيتان القاتلة تعلم بعضها البعض مهاجمة القوارب التي تمر في المنطقة.
وصلنا أحبة المشاهدين إلى ختام رحلتنا الصحفية المنوعة في صحيفة نيويورك بوست الأمريكية ب20 مليون دولار. ملياردير يبني غواصة لرؤية حطام تايتانيك. من أجل رؤية حطام السفينة الشهيرة تايتانيك بدأ الملياردير الأمريكي لاري كونور خطته لإطلاق رحلة جديدة لكشف الأسرار عن طريق بناء غواصة. وتضيف الصحيفة أن الغواصة الجديدة التي تدعى تيرتون إبيسال إكسبلور مؤهلة للقيام برحلات متواصلة بشكل دوري، وستكون الرحلة على عمق يتجاوز 3800 متر. مشاهدين الكرام، في ختام صحافتنا نلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.